أنا هلأ بأكبر وأضخم غالوري بمنطقة الجناح كبلان هم. بأكد لكم أنه أكيد هون رح تلاقوا طلبكم بما أنه المفروشات الموجودة بترضي كل أزواقكم، شو ما كان ذوقكم مودرن أو ستيل أكيد عن غالوري كبلان هم بتفرشوا بيت أحلامكم. 8 طوابق مليئة بالمفروشات من أحدث الابتكارات وأروع التصاميم. مثل ما عم بتشوفوا مفروشات عيميني وعشمالي وراي وقدامي، وأكيد كل ما نشوف شغلة منقول هيدا أحلى وهيدا أحلى، بس بأكد لكم أنه بهالجولة اللي رح نعملها سوا رح تشوفوا أنه كل التصاميم كتير حلوة وبترضي كل أزواقكم. رافقوني سوا بهالجولة قبل ما نتعرف على سيد مرتضى صاحب كبلان هوم. سيد مرتضى، أول ما دخلنا لعندك على الجالوري تفاجأنا صراحة بضخامة المفروشات وضخامة يمكن المبنى اللي مثل ما قلنا مؤلف من 8 طوابق. أول شيء بدي أسألك، شو الهدف من هالضخامة؟ وثانيا ليش بمنطقة الجناح بالتحديد؟ الهدف من الضخامة اللي عم تشوفيها هيدي أنه نقدر نلبي للزبون أكبر قدر ممكن طلباته، يعني ولا يكون في أكبر تشكيلة ممكنة، يعني هذا الهدف الأساسي من الضخامة. الفكر الخطوة الثانية اللي هي الخيار الجناح. الجناح اليوم أقرب منطقة على قلب العاصمة وعلى قلب بيروت اللي ممكن واحد يقدر ياخد فيها مساحات كبيرة، شوارع مريحة أريح من قلب العاصمة، فكان الخيار الجناح. والمنطقة الجناح هلأ معظم الشركات الكبيرة عم يكون الأنظار متجهة نحوها، فلذلك كان الخيار منطقة الجناح. النهضة بهذا الشارع ما اقتصرت بس على الشركات التجارية، النهضة برضو سكنية وفي نسبة عمارة عالية جدا، في إقبال سكني قوي كتير، مشان هيك المؤسسات التجارية لحقت هذا السوق. ويعتبر سوق جناح سوق منه سهل أبدا، سوق كبير، في نسبة عالية من المستهلكين موجودين بهذه المنطقة، فهالشركات عم تلحق المستهلك لتأمن له حاجته.